لقد جف حبر التاريخ ومقتني قدر النهايات لأعيش في متاهات خنادق الشتات. لن أطلب منك يا أبي لبن العصفور، لن أطلب منك يا أبي الكثير، لكن هذا قدري أنا بفصوله راضية، أن أعيش في عصر المفاوضات. لا 48 ولا 67، جنسية واحدة فلسطينية يا أبي فلسطينية، لا تقبل رهانات وحدود عبر جسور زائلات كي أعبر وطني بتأشيرة وتحقيقات. اسمي عبير محمد علي كايل، فلسطينية الجنسية، من لاجئين لبنان، ولدت في مخيم شتيلة لوالدين مواليد حيفا فلسطين التاريخية، وهي اليوم أكاديمية وشاعرة شتات وأيضا مناضلة فلسطينية لحق العودة. أنا ولدت ببيروت وعشت فيها فترة، وبعد الاجتياح الإسرائيلي انتقلت إلى السعودية، المملكة العربية السعودية، وعشت هناك بحكم والدي كان يشتغل زي كل هالفلسطينيين اللي مشردين ومشتتين في الخليج وفي أوروبا، وعشت فيها فترة طويلة طبعا من الزمن، مش هقول قديش. فهاي الفترة كانت فترة طبعا صعبة وحلوة في نفس الوقت. طبعا أنا أول في طفولتي ما كنت أعرف والدي، لأنه عشت كان جدي معانا طول الوقت، وكطفلة كانت أول مرة بشوف فيها والدي لما رحنا على السعودية وفقت الصبح، فبتطلع واحد لابس بروتيل وقاعد حد أمي، بقول شو أمي بتخون أبوي. فبتطلع أنه مين هذا رجال، لا مش متعودة أشوف رجال بالبيت. الله يرحمه جدي علي هو اللي كان في البيت. طبعا أنا لما بحكي عن جدي بحكي على الكتاب بنفس الوقت، لأنه تأثرت كتير في جدي. جدي إنسان كان حكيم جدا وإنسان تقي مؤمن جدا، وتعلمت منه أول سور القرآن أنا وصغيرة، كنت بعمر 3 سنين، وتعلمت منه الصلاة، وتعلمت كمان تاريخ فلسطين اللي هو كل كتاب اللي أنا فيه. فجدي كان يحكينا عن الزيتون، ويحكينا عن كيف كانوا يجوا اليهود في فلسطين ويضربوا مسامير بالزيتون عشان تيبس، وبعد هيك يحاولوا قد ما فيهم يخربوا يعملوا خراب، عرفت؟ وبنفس الوقت هو عملية تهجيرية كانت خفيفة. طبعا هذيك الفترة كانت في الهاغانا، هي منظمة يهودية إرهابية كانت تقوم بأعمال تخريبية وقتل وإجرام لا مثيل لها غير الإرهاب الموجود هلأ. هذا الشيء طبعا حياتي مع جدي أثرت فيني كتير، أثرت فيني كإنساني كطفلة أول، وبعدين كمرأة، وبعدين كأم لما صرت أم وزوجة. فخلتني أطلع باللي زي ما بقوله باللي بقلبي، واللي بقلبي هو كم من الذكريات اللي الإنسان بيعيشها على مدى السنين. فمنها بتذكر جدي، بتذكر جدي وهو عم بيبكي الصبح على القاعد على البلكون، دائما تقول له امي ليش بتبكي، بقولها بتذكر اراضينا وبتذكر الزيتون وبتذكر حياتنا، بقول شو اللي جابنا هون، صرنا لاجئين. فكمان هاي كلمه لاجئ كنت اسمعها منه بتخليك شوي شوي، مش وانت بطفل ما بتحس فيها، بس هي انا ذكرتي على فكره، وهي ما انا ما بس حقولها قدام العالم، وقفت على 1982 وانا حقول لك ليش، عشان الاجتياح وعشان طبعا جدي. وبعد هيك برفضه، بعد ما جاء من 82 برفضه، وحبرر ليش. لانه بحياة جدي الله يرحمه كانت بالنسبة لنا فلسطين زي الحلم، حلم يعني، حلم بتعيشه بالبيت زي ما بديت قلت، كنت بقول انه بتعيش عن بعد، فمنعيش كل شيء، منعيش اللي هو جدي طيرة حيفا بيحكوا بالقاف، منحكي اللهجة تبعيتنا بالقاف بحنية، منحكي حكياتنا هيك الفلسطينيات اللي أنا هلا بحكي فيهن بفخر باعتزاز. كنا فنحن ما كنا راضين، لأنه كنا في مخيمات وكانت زي الجيتو كنتونات، وهاي الكنتونات كانت زي، إذا طبعا أنا بشتيلة، كانت زي المحاوطة وزي الواحد سجن isolated معزول. وهذا السجن داخله في مجارير بالشارع، وفي مي مقطوعة،
وبتذكر انا وصغيري كان في عندنا زينكو، او الزينكو كان ما بعرف اذا بتعرف شو هو الزينكو، بس كان ينقط فمية الشتاء كانت تفوت على بيتنا ويطوف البيت. بتذكر طبعا الهلال الاحمر الفلسطيني اللي كان موجود، اللي هو يسعفنا، ما كانش في مستشفيات، كان في مستوصف. هاي الذكريات كونت عبير المرأة اللي هي هلا، لاني انا ما يعني ما طلعت من جذوري. في ناس بتفكر انه يمكن هلا على صفحات الفيسبوك او غيرها انه عبير ممكن عندها شافت حال، لا انا بالعكس، انا عربية كنعانية فلسطينية 100%. انا ما طلعت، انا بالعكس انا افتخر في تاريخي وافتخر في بلدي، وعشان هيك لسه مستمرة في نضالي وما تغير فيني شيء. هاي المرحلة بعد ما طبعا اجت الاجتياح الاسرائيلي، والاجتياح الاسرائيلي كان مدمر علينا. فمن كمان الذكريات اللي بحب اشاركك فيها، اللي هي بتذكر بحر هائل من الناس، هي هاي الذاكرة انا ما بحبها، بس برضو انا بدي الناس تعرف مين هي عبير وليش بتكتب بعنف من جوا بعض الاحيان، او بتكتب ب كما يسمين البعض، هي مدرسة جديدة من الشعر اللي هو المناجاة. هو مش مناجاة، هو واقع، هو واقع، هو معاناة. في قصيدة أنا لست شاعرا أنا المعاني، أنا مش شاعرة، أنا يمكن أكون شاعرة أو معبرة، بس إنسان بيعاني، الإنسان اللي بيعاني هو اللي بيكون صادق. لانه انا اجتياح اسرائيلي لحديت هلا بتذكر الطيران الاف 16، طيارات امريكيه استعملتها اسرائيل فوقنا، ما كنا نعرف وين نتخبى، الشاطر فينا اللي يركض. بتذكر الهروب، نقطة الهروب من بيروت كانت هذا المشهد كأنه هلا اليوم قدامي، غبار حمراء، غبرة حمراء حمراء ما بتشوف فيها شيء، وصوت الطيران وقصف، ما بسمع غير كلمة اهربوا اهربوا اركضوا اركضوا. جدي الله يرحمه على كبره بطل يسمع، خف سمعه، فنسيناه بالبيت. اخوي الصغير كان كمان ضاع عند الجيران 3 ايام. وصلنا هربنا من منطقتنا لا منطقة تانية، ففوجئنا بإيش؟ بوجود الدبابات الإسرائيلية، وعليها بقول لك لا حبيبي ما تخاف، بحكونا بالعبري مكسر عربي. فالعالم اللي رفع طبعا الرايات البيضاء، والعالم أسمعها هاي كمان بعدها بداني سلمنا لإسرائيل، وناس تركض بحر بشري يقول سعد حداد مجزرة. طبعا كيف الناس اكتشفنا المجزرة؟ ينزل الدم من تحت أبواب العالم، من الناس اتذبحت، فالدم كان ينزل من تحت الأبواب. ومجزرة صبرا وشتيلة أنا يعني أستغرب إنه ليش ما ينعمل عليها فيلم حتى، لأن هاي أكبر مجزرة بشعة، 3500 فلسطيني قتلوا بدم بارد. وطبعا أنا رحلي فيها من عائلتي. فهاي بالنسبة لنا نحن كوارث، يعني كل حياتي إذا بتشوفها مش هالطفولة البهية اللي قاعدة عم بلعب مع لعبة وباربي، لا حتى كرة قدم ما كان فيه، كان يحطوا كلسات وفيها حجار ويلعبوا فيها الأطفال باللعب. نفس الشيء كنا بالصوف وبالخرز يعني كان فقر وبنفس الوقت لجوء، وكان في ضياع على الهوية، وكان في مش ضياع على الهوية، كان في ثبات على الهوية، بس كان في نوع من الإصرار، إصرار على إنه نعيش. طبعا فيما بعد في الاجتياح تهجرت لمدرسة اسمها مدرسة راهبات المحبة، وهي كانت مدرسة مسيحية. وفي كثير من القراء يمكن بعض الأحيان بيسأل ليش مركزة على المسيح. أنا أتذكر مشهد كمان كثير خاص لإلي، بس بتذكر الطيران بضرب والمدرسة بترج وعندنا الصليب موجود وعم نتفرج عليه كلياتنا، إحنا مش مسيحية طبعا، بس زي الواحد إيمان يا يسوع خلصنا. عرفت؟ فصارت زي الفكرة إجت إنه يا رب ما فيش الله شايفنا، طب هاي يا يسوع إحنا بقلبها. فهاي كانت فكرة مش فكرة، ذكرى أليمة، لأنك أنت مهجر بكنيسة ومش عارف حتعيش ولا لا، والقصف ونص الناس في القصف الإسرائيلي، فبتحس حالك لدرجة إنه ممكن بأي ساعة تموت. وهذا اللي هو الخوف من الموت، مش من الموت بس الخوف من الـ الموت بحد ذاته قدر الإنسان، بس لما تشوف الأشلاء حدك، الناس اللي كنا مجموعات كبيرة وكل ما نهرب على محل نقل تقل أعدادنا. ليش؟ لأنه ناس متنا تهجرنا في مدرسة راهبات المحبة، قصفتها إسرائيل فوق راسنا وهربنا منها. احنا كنا عائلات، كنا ناس لا عندنا أسلحة ولا شيء، عائلات، وأغلبنا نسوان وأطفال، لأنه شبابنا كلها راحت على كانت في فتح والصاعقة وغيرها، كانت كلها بالتنظيمات، وكان في نظام اسمه التعبئة العامة، أكيد الفلسطينيين الشباب بيتذكروه هذا، التعبئة زي التجنيد الإجباري، إنه لأنه حالة حرب.
فنحن في هاي المرحلة بعد ما طلعنا من السينما هربنا، رحنا على سينما أورلي. أورلي هي بناتها فرنسا بشارع الأيو بي جامعة الأمريكية، وكمان تحصرنا كمان نفس الشيء القصف. عاد نحن كنا عائلات عائلات عائلات، يعني ما فينا ولا شاب، لدرجة أنا بتذكر أغلب اللي يجوا مؤسسات فرنسية وأغلبيتهم يجوا يعطونا تياب ملابس ويعطونا أكل، ما كان عندنا شيء. وحتى في السينمات الشيء المضحك لما تهجرنا بالسينما ما في أكل، فكسروا البنات اللي هيك زي الفيترين كان فيها شوكولا وكان في بوب كورن، عملنا بوب كورن وكان في أشياء اللي بتنباع بالسينما. واللي أجمل من هيك هي في شغلات مضحكة، إنه جدي كان محافظ جدا على الصلاة، فأخذ الغرفة اللي هي بيبدلوا فيها الممثلين وكان هناك صار زي المحراب يصلي فيه، أو كنا ننام بين الكراسي في السينما. كانت يعني مأساة مأساة، بس طول ما نحن بالفترة نسمع الاف 16 والاباتشي تضرب برا، فهاي هي الذاكرة اللي أنا ما بحبها بطفولتي، واللي هي خلتني أكتب قصيدة الاجتياح، لأنه قصيدة الاجتياح على فكرة هي فعلا تجسد الاجتياح بكل مرحلته. وعلى حين غرة أجتيحت مخيمات اللاجئين الصابرين على التهجير والنكبة والعودة للحنين. ناموا تحت السيارات هاربين من الموت الذي حملته طائرات الأعداء المجرمين المضادين لأحلامهم ولمخيماتهم على رؤوسهم هادمين. فتحت أبواب الكنائس للفارين، وهذا أب ترك رداءه سريرا للفارين. قاسموهما العشاء الأخير والألم والموت والمصير. فجر هل ورحل أكثر اللاجئين بين جثث مفحمة وعتاد منشود. بعد طبعا الاجتياح الحمد لله عشنا والله كتب لنا الحياة، فعشت في انتقلت للعيش في السعودية بحكم والدي هناك. وطبعا عيشت السعودية كانت شوي نوع من كمان الانعزال الاجتماعي، لأنه كمان في نوع من الثقافة المختلفة عنا نحن كشرق أوسط، ممكن تقول مسميات سياسية أنا لا أعترف فيها، بس كشعب أكثر يمكن مختلف في عدة أشياء. فكان في انعزال ثقافي، فكان مثلا المجتمع السعودي ومقابل المجتمع الأجنبي اللي فيه المغرب والجزائر وتونس وفلسطين ولبنان بيعيش مع بعض. ليش؟ لأنه نحن بنقعد مثلا بنتزاور الرجل والنسوان عادي، عائلتنا ما في عندنا قصة الاختلاط، مش مشكلة. فهذا كان سبب لتتكون كمان شخصية إنه مين أنا بالسعودية. كنت دائما أسأل طب مين نحن؟ أنا أكيد مش سعودية، وهذا شيء بعرفه لأنه لهجتي وحكي وعاداتنا. انتقلت على لبنان، درست هندسة معمارية، كنت بحب الهندسة بحكم والدي في الهندسة وفي العمار عشان أرضي قلت، لأني أنا أصغر بنت على فكرة، فقلت نوع من الحب، وأنا كتير متعلقة بوالدي الله يخلي لي يا رب. فدرستها وأنا بدرس الهندسة طبعا مادة جامعات لبنانية. فبقول لي مرة الأستاذ، كمان هاي قصة هي اللي خلتني أنتقل للسياسة، بقول لي أنتي ما خلصتي ما فيك تشتغلي. فبقول له أنا ليه؟ بقول لي ما أنت فلسطينية، 75 مهنة عليكم ممنوع إلا أني أكون مساعدي لمهندس. فأنا قلت طب يعني شو النقطة، يعني where the points، أني أنا عم بدرس هندسة وبحب العمر لأني برسم برضو كثير بحب الرسم. فقلت طب شو الفكرة أني أنا قاعدة عم بدرس هندسة وبعد هيك مش هفتح مكتب زي أي واحد وأشتغل بكرامتي. فرجعت على السعودية وناقشت الموضوع مع والدي، ووالدي كان متفهم جدا، وإجت باريس. انتقلت طبعا على فرنسا، وكنت لا أتقن اللغة الفرنسية، بعرف أقول بونجو وبونسوار هدول الثنتين. ودخلت على جامعة لاسوربون وعملت تقريبا 9 شهور انتنسيف كلاس فرنسي، وأنا يقال إني نابغة باللغات فتعلمتها بسرعة، وعملت أنون دو بريباراسيون دو سيونس بو، سنة تحضيرية على سيونس بو، وبعدين طبعا درست علوم سياسية. وبدأ النضال اللي هو الهوية الفلسطينية، لأنه في باريس أنا هلأ عرفت حالي أني أنا عربية،
اكتشفت اني انا هلا اوكي، احنا انا هلا في الغرب، انا مش فرنسيه، انا هلا بدي الاثبات. فوق الاثبات وبنفس الوقت طلعت لبنان انك تحسسك انك انت بالنهايه مش حتنتج. فبدا طبعا الالتحاق بالاتحاد العام لطلبه فلسطين، وهو كنت انا امينه سره في فتره، وطبعا المظاهرات ومؤتمرات ومشاركه في العديد في الندوات، ولم يوقف لليوم. شعرة الشتات هو لقب أعتز فيه جدا، كونه يحيي قضية الشتات وفي نفس الوقت قضية النكبة الفلسطينية اللي هي ما زالت طبعا قائمة لليوم 65 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين التاريخية. فشعرة الشتات هي تحمل كل ما دار في تاريخ فلسطين من تدمير ل 450 قرى فلسطينية، من طبعا تشريد، وبنفس الوقت مسألة الشتات الفلسطينية اللي هي طبعا الممثلين الفلسطينيين لليوم تخلوا عنها وبيعتبروها انه اصبحت ثانوية مش اساسية. ولكن اذا رجعنا للتاريخ بتشوف انه لانه في لاجئين انبنت اللجان الوطنية، وهي طبعا على بأولها منظمة التحرير الفلسطينية، لأنه صار في لاجئين، واليوم أصبحنا من المنسيين. وهذا الشيء طبعا أنا بقوله بأشعاري وبكل قصيدة بكتبها. رمتنا بقصور وقلاع لمخيمات، لقد جف حبر التاريخ ومقتني قدر النهايات لأعيش في متاهات خنادق الشتات. الكتاب طبعا هو صدر اسمه النكبة المستمرة 65 عاما من التشرذم، أين فلسطين؟ هو بيحكي بطريقة تاريخية سرد للتاريخ، 65 سنة فيها 65 قصيدة، وكل قصيدة بتحكي عن مرحلة من النكبة، ففيها الحاجز، فيها المفاوض، فيها الاجتياح، فيها النكبة، فيها الرحيل. الرحيل مثلا تجسد خروج الفلسطين من بداية الرحيل إلى المخيمات. الكتاب بيشرح بالضبط المعاناة الفلسطينية بطريقة سلسة جدا. فكل ما جاني الحمد لله من القراء أنه لم يكتب طبعا بهاي الطريقة متسلسلة، وأنا عانيتها، يعني كانت مقصودي أنها تتدون بطريقة أنه الكل يقرأها، وخصوصا الجيل القادم، هذا الجيل الجديد، فمعانيها كتير سلسة، سلسة جدا جدا، يعني بسيطة، ولم أدخل فيها التعقيدات اللغة العربية. بإضافة للشعر أنا كمان برضو عندي هواي، كنت من أنا وصغير الرسم، وفيما بعد نميتها وكنت أرسم زيت، وشاركت كتير في معارض، وما زلت أرسم، وأغلب اللوحات طبعا بتعكس. آخر واحدة رسمتها كانت خلال غزة، وهديتها للخارجية الأمريكية لتمثل، لأنها بتمثل فلسطين. ضياع للهوية ما في بالنسبة للفلسطينيين، نحن ما عندنا ضياع هوية أبدا، بالعكس الفلسطينيين عندنا عنفوان، بلد الجبارين زي ما بنقول، ما عندناش ابدا ضياع هويه، ولا عندنا زي ما بقولوها بالفرنسي لا كريز دي دونتيتي، ما عندناش اياها ابدا. احنا بالعكس كل ما ابعدنا كل ما حبينا الوطن وكل ما ولدنا اكثر. يعني في قصيده من قصائدي كتبتها الموت في الشتات، بتقول الموت شطرك يا وطني لنهب الحياه لجيل لم يولد. يعني حتى الموت في الشتات، كلنا حنموت، حتى الموت في الشتات للإنسان يهب للحياة تاني، للجيل التاني. فالمقطع التاني بيقول نولد وتولد أنفاسنا ترفرف فوق جبل الزيتون. حتى لو نولد في الشتات ولكن أرواحنا هناك، لأنه نحن ما بننسى حالنا. فما عندنا مشكلة ضياع الهوية، عندنا مشكلة ضياع الأرض. هذا نحن اللي بنركز عليه أكثر، اللي هو ضياع الأرض، ضياع الكرامة، لأنه الإنسان بلا أرض بلا كرامة بلا هوية. وفي نفس الوقت ثقافتنا العربية فيها بتدخل فيها الشرف والعنفوان وجميع ما يكون الإنسان كإنسان. فبرجع بقول مع كل الفرح أنه الفلسطيني بالرغم من الاحتلال وبالرغم من تشرده كل هاي السنوات 65 سنة، ولكن جيلنا، أنا بنتي مثلا بتعرف أنه القدس عاصمة فلسطين، بتعرف أنه أنا من حيفا،
وحيفا وين؟ بفلسطين. أنا ما بهمني شو بقول الثاني الكيان الصهيوني، أنا بهمني أنا شو بعرف. فهي هي الهوية الفلسطينية اللي لا أحد، يعني أنا بقول حتى للأسف أبناء الدول العربية المجاورة ما بيعرفوا شو معناها، لأنه نحن منعيش الهوية يوميا، منعيش الزعتر، منعيش الزيت، منعيش الأغاني، الثقافة، الدكة، العتابة اللي عنا إياها منعيشها بس عن بعد. وهذا أصعب، هذا أصعب بكتير بكتير، لأنك بتكون محروم، بتكون عطشان، بتكون ملهوف على اني انا نفسي اشوف حيفا، نفسي ارجع لارضي، بس ما ضيعت الهويه. ما فيش ضياع للهويه، لا بالعكس، كل ما لنا مشتتين، وكل ما للشعب والجيل الجاي بقول، يعني انا عندي اخوات في جميع بلدان العالم، انا جاي من عائله 9 اطفال، ف اولادهم حتى في الغرب بيقولوا نحن فلسطينيين، وانا طبعا متزوج فرنسي واولادي بيقولوا انا فلسطيني. مضحك طبعا، مضحك لانه ماساه، لاني انا ما بقدر اعطيهم الجنسيه، بس بيعبر عن هويه، لانه منعيشها، لاني انا بس ارجع بيتي، صح انا عايشه بامريكا بس برجع فلسطيني، برجع بعيش زي ما الله يرحمه جدي عاش، وزي ما اهلي عيشوني، وزي ما هلا كل الفلسطيني في الداخل او في الضفه او في غزه، ما صارت هي كانتونات فلسطين، صرنا نقول داخل وضفه وغزه، فمنعيش نفس الشيء بس نحن عن بعد. التراث الفلسطيني هو تراث عريق، وتراث التطريز الفلسطيني برضو أنا كاتبة في كل شغلة بتسألني فيها، الجميل أني أنا كاتبة فيها قصيدة، فأتغنى طبعا في تراثي لأنه هذا جزء من كياننا. التراث الفلسطيني يرجع طبعا ل 7000 سنة قبل الميلاد، والفساتين الفلسطينية كانت تطرز يعني أيام كنعان مش اليوم، وعندنا نحن في الساحل شمال حيفا ويافا وعكا أو الجليل الأعلى عندنا نقشات معينة، ومننزل شوي في الوسط عندنا كمان نقشات معينة بترمز، نحن أكثر للبحر لأنه سواحلية، وعندنا في الوسط طبعا ترمز لشيء ثاني، والجنوب أكثر اللي هي منطقة النقب، الصحراء الفلسطينية كمان إلها طعم الصحراء اللي ما بيعرفوه، يعني اللي ما بيعرف بدو الفلسطيني ما بيعرف شيء. أنا بقولها شو أم إلها معنى؟ حقول لك يمكن أول شيء بالنسبة لي مهم، هي هوية كل مدينة، هي تمثل كل مدينة، هي ترتبط في كل مدينة، فأنا عشان أوصل فلسطيني، كل فلسطيني بعرف من الزي، يعني أنا إذا بكون لابسي فستان حيفا، هذا حيفاوي، هذا يفاوي، هذا نقبي، بنعرف بعض، فهي هوية. فهي لما بتجيب خريطة فلسطين التاريخية وبتركب عليها كل فستان بشكله، بتجيب كل فلسطين كتاريخ، فنحن تاريخ وما بعدنا، زي ما قال محمود درويش المارون العابرون، أو زي ما قال إدوارد سعيد فندق واسع. هدول بالنسبة لنا جزء من تراث، بس جزء كمان من هوية، كله معلق ببعضه. هقول لك مقطعها للقصيدة اللي بتقول: عند ملتقى غرزتيها تظهر مدني التاريخية، تموج بألوان مشرقة وسندسية. فعند ملتقى مين؟ عند ملتقى غرزتيها، الغرز اللي هي التطريز، تظهر مدني التاريخية. أعطيتك هذا الوصف لأركب أرجعك للشرح اللي كنت فيه أول. فالتطريز ممكن المفتاح، برضو المفتاح هو رمز للعودة، وأغلب الفلسطينيين في الشتات وخصوصا لبنان وسوريا ومصر نقتني المفتاح في البيت على أمل، هو صار اليوم أمل. وأنا بتخيل أنه طول ما في المفتاح معنا، وطول ما نحن في مناسباتنا بنلبس فساتيننا ونفتخر فيها، ونفتخر بكنعانية فلسطين اللي ما بيفهمها المحتل واللي بيحاول يدمرها ويدمر الهوية، فأكيد هذا العنفوان صعب تكسره، وصعب تبدل، تحط شعب، يعني تشيل شعب وثقافة وتحط محله مستوطن، هاي كتير صعبة.
في إدراك طبعاً، في إدراك للنكبة، بس للأسف أغلب الفلسطينيين اليوم اندمجوا في مجتمعات عربية أو أجنبية أو أوروبية بشكل أو بآخر، فقلص من اللي هو المطالبة بحق العودة. والاندماج في له يعني شطرين، اللي هو كويس أنه كمان أنت كإنسان تعيش to survive، وبنفس الوقت اللي هو الجزء اللي مش حلو فيه أنك في عندك نوع من الضياع ونوع ما كمان اللامبالاة بالنكبة. فطبعا أنا بقول ما يجب على فعله للأباء، لأنه هذا الجيل اللي طالع أغلبيته للأسف، وأحكي لك إياها بصراحة وأنا قلتها في مقابلات تانية، أنه غير مثقف. يعني أنا جيت على أمريكا عشان أثقف الأمريكان في مسألة العرب والمسلمين بعد 11 أيلول، اعتبرت أني أنا مسؤولة كأكاديمية ولازم يعني أؤدي دور غماركابل فيها. بس نحن عندنا تقصير كالفلسطينيين، عندنا تقصير، وهذا التقصير الإنسان الصادق بيعتبر لازم يوازي بين الصح، بين الإيجابي وبين السلبي، فعندنا تقصير، وهذا التقصير طبعا سبب عزوف الكثير من الفلسطينيين عن مطالبة بحق العودة، وصملموها طبعا لمؤسسات، طبعا احنا شايفين على الساحة الانقسام الفلسطيني، وصارت في غياهب التاريخ.